ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين. مرحبا. التعليم والاقتصاد بتربطهم علاقة قوية، لهذا السبب في فرع خاص من الاقتصاد اسمه اقتصاديات التعليم Economics of Education أو اقتصاد التعليم أو اقتصاد التربية والتعليم، وهو فرع من فروع علم الاقتصاد بيهتم بالجوانب الاقتصادية للعملية التربوية بكل مراحلها وأشكالها، وبيتناول اقتصاد التعليم تكاليف التعليم ومردوده والعلاقة بين النفقة والمنفعة إن كان على مستوى الفرد أو على مستوى الاقتصاد الوطني. ما كان ليظهر فرع خاص باقتصاديات التعليم لولا العلاقة المتينة بين الاقتصاد والتعليم، ومثل ما قلت لكم بالبداية العلاقة بين التعليم والاقتصاد علاقة قوية ومتبادلة، لأنه مستوى التعليم له دور كبير بتحديد مستوى إنتاجية العمل وبالتالي مستوى النمو الاقتصادي للبلد. يعني كل ما كانت نسبة المتعلمين بالبلد أكبر كان المستوى الاقتصادي أحسن، وبالعكس كل ما كان المستوى الاقتصادي أحسن بيكون في إنفاق أكثر على التعليم وبالتالي بيكون مستوى التعليم أفضل. يعني فينا نقول إنه العلاقة بين التعليم والاقتصاد متبادلة وكل واحد فيهم بيأثر على الثاني تأثير مباشر. لهيك منشوف الدول المتقدمة والغنية بيكون مستوى التعليم فيها أحسن من الدول النامية، والسبب هو المخصصات يلي بتوفرها البلدان المتقدمة للإنفاق على التعليم. من ناحية تانية بيوفر النظام التعليمي إعداد القوى العاملة بالعدد والنوع، لأنه التعليم المهني هو جزء من المنظومة التعليمية، وبالتالي بتلاقي المؤسسات الاقتصادية حاجتها من العاملين بسوق العمل، وهذا الشيء بيغنيها عن العمالة الخارجية. ومعروف أنه التعليم عملية مكلفة بتحتاج أموال كتير لتغطي بناء المدارس والمعاهد والجامعات وتجهيزها، وكمان بتحتاج أجور معلمين وإداريين، هذا غير اقتطاع زمن كبير من أعمار الطلبة والمتدربين يلي بيقضوه بالتعليم بدل ما يصرفوه بالشغل والإنتاج، خاصة المرحلة الثانوية والجامعية، وهذا يلي بيتسمى الكسب الضايع. مشان كل هذا بتنحسب تكاليف التعليم على أنها مجموع الإنفاق يلي بينصرف على التعليم ومؤسساته بالإضافة لتكلفة الكسب الضايع. هاي الحسابات هي مسؤولية اقتصاد التعليم اللي من اختصاصه حساب تكاليف التعليم الإجمالية وحساب تكلفة الوحدة التعليمية مثل الفرع الدراسي أو المرحلة أو الصف أو الشعبة، وأحياناً حتى بتنحسب تكلفة الفرد الواحد بالمرحلة الواحدة أو طول مدة الدراسة. ومن جهة تانية بيبحث اقتصاد التعليم بأساليب تمويل التعليم ومصادره وأعباء التعليم وتوزيعها بين الحكومة والمؤسسات العامة والخاصة، وكمان بين الآباء والمدرسين والطلبة. طيب ليش كل هالغلبة من هالحسابات؟ شو الهدف منها؟ الهدف من دراسة تكاليف التعليم وتمويله وتوزيع أعبائه هو تحديد مردود التعليم على الفرد وعلى الاقتصاد الوطني لزيادة دخل الفرد والحكومة. وكل الأبحاث على اختلاف النتائج اللي توصلت لها بتأكد أنه الإنفاق على التعليم بيحقق مردود عالي. واحدة من الدراسات كانت نتيجتها أنه تكاليف تعليم الفرد بتطلع من أول 7 سنين عمل وباقي سنين شغله كلياتها ربح وكسب صافي إضافي لاقتصاد البلد. من كل يلي حكيناه نوصل لنتيجة أنه التعليم هو استثمار مربح للبلد، ومع هذا الاستثمار ضروري يكون في مختصين باقتصاد التعليم ليرصدوا العلاقة بين تطوير التعليم والنمو الاقتصادي. سلام. ليرة ورا ليرة، معي أنا كارولين.